بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد أحباب، مع الدرس الثالث من مادة الدراسات الإسلامية للصف الخامس الابتدائي بعنوان أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، قسم الحديث والسيرة، الفصل الدراسي الثاني. الأمانة خلق رفيع أوجبه الإسلام واتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. كان مشهور بالأمانة قبل أن يبعث وقبل وبعد البعثة. وإليك نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم. أتعرف على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. تساقط بنيان الكعبة بسبب الأمطار والسيول، فأرادت قبيلة قريش إعادة البناء. فلما أرادوا وضع الحجر الأسود اختلفوا، كل يريد أن ينال شرف وضع الحجر، فقالوا اجعلوا حكما بينكم أول رجل يدخل من الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، وكانوا يسمونه في الجاهلية بالأمين لشهرته بالأمانة. يبقى قبل البعثة شهدوا له بأنه الأمين. كانت قريش تضع ودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. فلما أراد أن يهاجر إلى المدينة أمر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالبقاء في مكة ليرد الودائع إلى أهلها، لأن لو ردها قبل ما يهاجر يعرف أنه مهاجر، فهاجر في السر ثم قال لعلي فلان له كذا وفلان له كذا، اعطي له ماله وأمانته. هذا دليل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا هذا الأمين، وأيضا كانوا يضعون ودائعهم عنده. بعد البعثة أعظم أداء للأمانة كان بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لدين الله، وقد شهد له الناس في حجة الوداع، حجة الوداع بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة وهي في آخر حياته وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ بكلم الناس بيقول لهم أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح، بلغت وأديت ونصح. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يعني ينزلها عند الناس، يشير إلى السماء وإليهم، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات إن هو بلغ الرسالة وأدى الإيه الأمانة ونصح للأمة. هذه أعظم رسالة. بالتعاون مع مجموعتي أفكر في نتائج التحلي بالأمانة بين الناس. يحبني الناس ويثقون في ويقبلون نصحي. يبقى الناس تحبني ويثقوا فيا ويقبلوا ايه نصحي. نحط بس نقط الياء، يحبني الناس وفي ونصحي. هذه النقط عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، يعني ناوي رجعه، ومن أخذها يريد إتلافها يعني مش ناوي رجعه أتلفه الله، يعني خسر له ماله. تعال نشوف، يريد أداءها يريد إرجاعها، القرض الذي أخذه يرجعه إلى صاحبه، يريد إرجاع القرض إلى صاحبه. أدى الله عنه، أعانه الله ووفقه لسداد دينه، لأنه يريد الأداء لكن يريد إتلافها، لا يريد إعادة المال لصاحبه، ليس عنده أمانة. أتلفه الله يعني أتلف الله ماله في الدنيا بكثرة المصائب، وعرضه لعذاب الآخرة طبعا النار. التعريف براوي الحديث أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه كان محبا للعلم، وأكثر الصحابة رواية للحديث، كان محبا للعلم وأكثر الصحابة رواية للحديث، روى 2210 حديث. من فوائد الحديث من الأمانة رد الديون إلى أصحابها في الوقت المحدد. لو خدت فلوس ترجعها، قلت لصاحبك أعطيني 5 ريال ترجعها. من أسباب سعة الرزق الأمانة والنية الصالحة في أخذ أموال الناس، لأن ربنا هيسعينك أدى الله عنه. يبقى الأمانة النية الصالحة في أخذ أموال الناس، إن أنت تردها ربنا يوسع عليك. من أسباب هلاك المال الخيانة،
والنية الفاسدة في أخذ أموال الناس، أتعامل مع جميع الناس بأمانة؟ هذه الأسئلة الأربعة جهزتها لكم. هيا الآن اذكر موقف. السؤال الأول هو بيقول لي إيه؟ اذكر موقف يدل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، أو قبل البعثة أراد الناس وضع الحجر الأسود، اختلفوا، كل يريد أن ينال شرف وضع الحجر، فقالوا اجعلوا حكما بينكم أول رجل يدخل من الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، وكانوا يسمونه في الجاهلية بالأمين لشهرته بالأمانة. يبقى ده قبل البعثة، لما شافوه قالوا ايه هذا الأمين، وحللهم المشكلة، وكل واحد قال لهم هاتوا ثوب وضع عليه الحجر، وكل قبيلة مسكت من طرف، ثم هو وضع الحجر الأسود في مكانه بعد أن رفعوه بالثوب. يبقى حل المشكلة وكان مشهورا بالأمانة، هنا الدليل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. طيب نروح بقى لبعد البعثة. أعظم أداء للأمانة كان بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لدين الله، وقد شهد له الناس في حجة الوداع فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. لما سألهم هل أديت الأمانة تسألون عني، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. هذا دليل على أنهم شهدوا له بتبليغ الإيه الأمانة، وهي تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة دين الله عز وجل. يبقى ده الموقف بعد البعثة. السؤال الثاني، بين نشوف كده. السؤال الثاني، أبين جزاء من أخذ أموال الناس يريد إتلافها. أتلفه الله بإتلاف ماله في الدنيا بكثرة المصائب، وفي الآخرة يعرضه لعذاب النار. بعدين هنا بيقول لي ما أعظم الأمانات. أعظم الأمانات طبعا تأدية الفرائض الإلهية والتكاليف الشرعية وتبليغ دين الله تعالى للناس. يبقى دول السؤالين الثاني والثالث. جزاء من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله بإتلاف مالي في الدنيا بكثرة المصائب، وفي الآخرة يعذبه لعذاب الله. نعم، أعظم الأمانات تأدية الفرائض الإلهية والتكاليف الشرعية وتبليغ دين الله تعالى للناس. ده المختصر، يعني هذا اختصار لأعظم الأمانات. ممكن نقول تبليغ دين الله تعالى للناس، ممكن تأدية الفرائض الإلهية والتكليف الشرعية، وممكن الاثنين يكون أفضل. بعد كده ننتقل إلى السؤال الأخير، اذكر مثالين يندرجان تحت الأمانة. رد الحقوق لأصحابها، شهادة الحق قول الصدق، حفظ السر. اختار لك اثنين، اعرف الأربعة عشان لما تنسى ما تنساش حاجة، يعني ما يضيعش منك. دايما نكتر الإجابات عشان لو نسينا حاجة نفتكر الايه التانية. يبقى رد الحقوق لأصحابها، شهادة الحق، قول الصدق، حفظ السر، ممكن أيضا المحافظة على أمانة الدين، ان انت تصلي وتعبد الله حق ايه عبادته. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من دعائكم.